بعد غياب دام 3 سنين رح يرجع يطل سلطان الطرب على الإعلام بحلقة خاصة مع نيشان، رح يتم تصويرها بستة أيار بقدمة. منذكر أنه الحلقة رح تنعرض على قناة الجديد وعلى قناة الحياة المصرية. من بعد غياب دام 3 سنين، سلطان الطرب جورج وسوف بيرجع وبيطل عليكن بحلقة خاصة مع نيشان دير هاروكيونيان قريبا على الجديد. سبحان ربي ما أجمل. نقلت وسائل إعلام أمريكية من مصادر مقربة من كيم كارداشيان وكانيا ويست أنه رح يحتفلوا بثلاث حفلات زفاف، الأول أنونياً بجنوب كاليفورنيا، والثاني حفل مدني بفرنسا، والثالث مراسم دينية بأحد الكنائس الفرنسية. منذكر أنه كثير من المدعوين رفضوا المشاركة بالحفل بسبب كرههم لكم وعدة تجديدات خاصة بالحفل. صرحت كارول سماحة بحديث لأحد المجلات العربية أنه الطلاق مش وارد عندها والبيبي صار على الطريق، فالبعض فسروا أنه هذا التصريح هو أول اعتراف لكارول بأنها حامل، ونحن متمنى لأنه تكون منتظرة مولود، وأكيد رح نضلنا نزودكم بآخر الأخبار. كشفت نيويورك بوست عن سائحة فرنسية قدمت قطعة بيتزا لرجل كان عم بيفتش بمكب للنفايات من دون ما تعرف أنه هذا الرجل هو الممثل العالمي ريتشارد جير، وكان عم بيمثل دور مشرد بفيلمه الجديد Time Out of Mind. من بعد ما الكل قطع الأمل بارتباط جورج كلوني بعلاقة جدية، فاجأنا وصدم الصحافة الأسبوع الماضي لما أعلن خطوبته باللبنانية أمل علم الدين. مجلة بيبل الأمريكية والمقربين من جورج أكدوا الخبر، وأهله لكلوني مبسوطين بهالخبر وقالوا أنه أمل حلوة وبحبوها كتير. سألت وفاء الكيلاني ضيفتها نوال الزغبة عن أغنيتها فوق جروحي اللي بطالب فيها زوجها ليترك لأولادها، فكان رد نوال أنه الفنان لما يعيش تجربة لازم يترجمها بفنه، والوضع اللي مرت فيه نوال مرت فيه كتير من العائلات. ومن بعد اخذ تصريح لزوج نوال انه هو عملها، اكدت الاخيره انه ما رح ترد عليه احتراما للايام اللي عاشوها سوا واحتراما لاولادهم. الاشكال اللي صار بالحلقه الماضيه من شكلك مش غريب بين النجمه هيفا وهبي والممثله ميس حمدان كان تسبب لازمه كبيره لاداره برنامج شكلك مش غريب ومحطه الام بي سي، وعرفنا انه هيفا كانت رح تنسحب من البرنامج لولا تدخل الاداره والمخرج توني اهوجي. خلينا نشوف شو صار بين هيفا والمشتركه حمدان اللي قلدت اصاله والفنان الشعبي المصري حكيم. النهارده انا مش هقول لك انت هتاخدي كام لان ما في داعي بعرف. شكرا حبيبي. هقول لطارق، هقول لطارق، انا هقول لطارق. هيوف شو رايك؟ طارق ما راح يزعل لانه هيدا اللوك مش على ايام طارق، هيدا لوك اصاله القديم. اول تعليق على اللوك، اصاله حلوه اي متى كانت، قديم جديد مثل القمر. اكيد بدك اني اعطي رايي فيكي ولا بدك تعطي رايك باصاله؟ رايك فيها اكيد، رايك بميس الليلي. انت لهلا في محل بدك تعطي رايك في ادائي لإلي انا اكيد. ما عم بيشا حتى حركات بدنا ننسى الفصل، حضور وصوت واداء اروع ما يكون، هذا رايي وما راح غيره. شكرا هيفا. بعد اقل من سنه على طرح البومها الاخير ترولي يورز، قدمت النجمه الامريكيه اريانا جراند اغنيتها الجديده بروبلم للمره الاولى خلال حفل غنائي بلوس انجلوس. منشوف بعض المشاهد. الممثلة العالمية كاميرون دياز أنها ما استخدمت مضاد لرائحة التعرق من 20 سنة، وأكدت أنها ما بتأمن بالديودوران واستخدامه سيء جدا وبسبب لكثير من الأمراض. أغنية شاكيرا لا 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 رح تكون الأوفيشال سونغ لكأس العالم بكرة القدم 2014. نستعرض بعض المشاهد من الأغنية.
عم تستعد الفنانة مايا دياب لتسجيل أغنية بعنوان غمرني وشد من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي، ومن المتوقع إصدار الأغنية خلال أسابيع قليلة، أما تصوير الفيديو كليب رح يتم بمطلع الصيف. مع هيدا الخبر منختم فقرة Most Popular، وبرجع بذكركم لمزيد من الأخبار فيكن تزوروا موقعنا هواكم.tv. بريك ومنكفي باقي فقراتنا.